السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله زينين. بالفيديو السابق اخذنا وشرحت لكم اليه تركيب وتكوين المصفوفه الخاصه بالتشفير وفك التشفير لشفره البلاي فير سايفر. مثل ما سولفنا بالفيديو السابق قلنا هي عباره عن 5 في 5 مصفوفه، تتالف من 5 في 5 خمس صفوف بخمس اعمده. هاي المصفوفه ما بها ارقام، وانما يوجد بداخلها شنو؟ حروف اللغه الانجليزيه مع ملاحظه دمج الحرفين اي مع جي بخليه واحده، لان حروف اللغه الانجليزيه 26 وهاي انا عندي المصفوفه هي 5 في 5 معناها 25، معناها راح يكون عندي حرف واحد زايد. هذه المصفوفه اللي اخذناها بالفيديو اللي سابق وشفرنا بها الكلمه نمبر. لما شفرنا هاي الكلمه نمبر اكو مشاكل احنا ما نوهنا عليهم. شنو هاي المشاكل؟ هسه راح انوه على هذه المشاكل اللي راح تصير عندي. بكل بساطه كانت عمليه التشفير تعتمد على اختيار كل حرفين من التابعات سويه، اي بشكل دايجرام. اخذنا حرف الان مع اليو، ان مع حرف اليو، وقاطعتهن، فكانت شفره الان هي ام، وكانت شفرة اليو هي دبليو. الان كانت شفرتها ام، واليو شفرتها دبليو. هذا اللي شفناه وسولفنا عليه بالمحاضرة اللي فاتت، بالفيديو اللي فات، عملية تقاطع لا اكثر ولا اقل، عملية تقاطع بين حرفين لا اكثر ولا اقل. بس اكو مشكلة. شنو هذه المشكلة؟ خلنا ناخذ مثال ونسولف بهذه المشكلة. ما ناخذ مثال، مثلا على سبيل المثال اريدكم تشفروا لي الكلمه بالون، اريدكم تشفروا لي الكلمه اللي هي بالون. بكل بساطه راح اجي اقسم كل حرفين سويه، بي مع الاي، بي مع الاي، ال مع الال، او مع الاو، والان راح اضيف حرف اكس، ان مع الاكس. عندما اجي لحرف البي مع الاي، وين البي؟ هذه البي، وين حرف الاي؟ ادور عليه، هذا حرف الاي، واقعات بنفس العمود. هذه المشكله الاولى. شنو هي المشكله الاولى؟ المشكله الاولى لما يكون حرفين واقعات بنفس العمود، معناها شنو؟ معناها انا ما راح اقدر اقاطعهم، ما راح اقدر اسوي عمليه تقاطع بين البي وبين الاي. ليش؟ شنو السبب؟ السبب انه اثنيناتهم واقعات بنفس العمود، هذه البي وهذه الاي، اثنيناتهم موقعات بنفس العمود، فما راح اقدر اسوي عمليه تقاطع انه اجر خط افقي وخط عمودي واسوي عمليه تقاطع. شنو الحل؟ الحل ببساطه اسوي عمليه التشفير انه عن طريق اخذ الحرف اللي اسفل من عده. يعني شنو الحرف اللي اسفل من عده؟ اجي هسه البي مع الاي، البي وين موجوده البي؟ هنا هذا وياها. شنو الحرف الاسفل من البي؟ هاي الخلية هي I أو J، فراح أخذه I أو أخذه J، ماكو مشكلة، اثنيناتهم صحيحات. أجي للأي، شنو الحرف الواقع أسفله؟ حرف ال B، فراح تكون الشفرة I B أو J B، ماكو مشكلة، إما أخذ حرف ال I أو أخذ الحرف J، فراح تكون ال B شفرتها إما I أو شفرتها جي. الأي راح تكون شفرتها هي البي. زين، هذه أول مشكلة إذا كان الحرفين واقعين بنفس العمود. زين، السؤال هسه اللي هنا اللي راح يطرح نفسه، إذا كان الحرفين واقعين بنفس الصف، شنو الحل؟ شنو اللي راح يعني شلون راح أحل هذا الموضوع؟ راح اخذ الحرفين اللي شنو؟ اللي على اليمين. يعني شلون الحرفين اللي على اليمين؟ خل ناخذ مثال، على سبيل المثال ناخذ مثال وهو الحرفين، تشفير حرفين اي مع الار، العفو سمول لتر بلين تكست، هاي ناخذ تشفير حرفين اي مع الار. وين الاي؟ هذا الاي، وين الار؟ هذا الار، اثنيناتهم واقعين بنفس الصف، وبالتالي ما راح اقدر اسوي عمليه التقاطع المتعارف عليها انه اجر خط افقي وخط عمودي من كل حرف. لهذا شنو ايش راح تكون الشفره؟ راح تكون الشفره هو الحرف اللي على اليمين، الحرف اللي على اليمين، فالاي راح تكون شفرتها، العفو الاي راح تكون شفرتها
R capital R capital. وبالنسبة للR شو راح تكون شفرتها؟ راح تكون شفرتها هي الحرف اللي على اليمين بصورة دائرية، فراح ياخذ الحرف M. الأي R راح تكون شفرتها R M. الأي شفرتها R والR شفرتها M. خلنا ناخذ حرف ثاني اللي هو مثلا على سبيل المثال هذا الزوج ال P مع ال Q. P مع ال Q، ال P راح تكون شفرتها Q capital وال Q راح تكون شفرتها S capital. ناخذ بعد مثال، مثلا على سبيل المثال X مع Z، ال X راح تكون شفرتها X مع Z، فال X راح تكون شفرتها شنو؟ Z capital. ال Z راح تكون شفرتها شنو؟ ال U capital. اتمنى تكون واضحه، اتمنى تكون واضحه. فهسه في حال هذا طبعا هذا في حال التشفير، هذا في حال العمليه عمليه تشفير. اذا كان الحرفين واقعين بنفس العمود فراح اخذ الحرف الاسفل من عده، اذا كان الحرفين واقعين بنفس الصف راح اخذ الحروف اللي اللي على اليمين اللي على اليمين. هاي طبعا العمليه في حال كونها عمليه تشفير. اذا كانت فك التشفير فهي بالمقلوب، يعني شلون بالمقلوب؟ يعني اذا عندي انا زت يو زت يو فراح اخذ على اليسار. يعني لا تهتمون هاي العمليه فك التشفير، شويه بعد راح اخذ لكم مثال اوضح لكم بيه كل عمليات فك التشفير. هاي المشكله الثانيه. المشكله الاولى هسه اللي نوهنا عنها اذا كان الحرفين واقعين بنفس العمود ناخذ الحروف الاسفل من عندها، والمشكله الثانيه اذا كان الحرفين واقعين بنفس الصف راح ناخذ بالتشفير طبعا راح ناخذ الحرفين اللي على اليمين. هسه راح نجي للمشكله الثالثه والاخيره اللي هي شنو؟ اللي هي اذا كان الحرفين شبيهم مشابهات. اذا كان الحرفين شبيهم مشابهات B مع الاي اوكي، L مع الL شلون احلها؟ شلون احلها؟ فما راح احلها، ما راح اقدر احلها ولا راح اقدر اشفر هذا الموضوع. اذا هذا التقسيم ماتي راح يكون خطأ. ليش خطأ؟ لازم اضيف اكس بيناتهم. يعني شلون اضيف اكس بيناتهم؟ خلينا نغير اللون. انا عندي الكلمه اللي هي بي اي ال ال او او ان. اجي هسه البي مع الاي تمام، ال مع الال ما اقدر اخذها، لهذا راح اضيف بين حرفي الال. ايش راح اضيف؟ راح اضيف حرف اكس، فالال هذه راح اخذها مع الاكس، راح تنزل هنا L مع X. هاي ال الثانية راح أخذها مع من؟ راح أخذها مع ال O. L O يبقى عندي O مع ال N. O مع ال N. وبالتالي راح كأنما راح تصير عندي هاي الكلمة اللي هي بالون، كأنما ايش راح تصير؟ ما راح تصير بهذا الشكل، وإنما راح تصير B A L X L O O N. هسه راح أجي أقسمها. شلون أقسمها؟ B مع ال A، L مع X، L مع O، O مع N، وأبلش بعملية التشفير بالمعتاد. يعني شلون؟ يعني عمليات التقاطع لا أكثر ولا أقل. أتمنى تكون هاي المشاكل واضحة بالنسبة لكم. الفيديو القادم إن شاء الله إن شاء الله راح أوضح لكم، راح نأخذ عملية شنو؟ عملية فك التشفير لهذا الموضوع. شكرا جزيلا.